أوديولابي، شارك المعرفة. أوديولابي تقدم: لماذا الأشخاص ذوي فصيلة دم أو مميزون جدا؟ مرحبا بكم أيها الرائعون في مقال صوتي جديد. هذا المقال لن يكون للجميع، وحدهم الأشخاص ذوي فصيلة دم أو هم المعنيون، لكن إن كنتم من أصحاب الفضول القوي تابعوا معنا أهم ما يميز هذه الفئة بالذات من الأشخاص. ولكن قبل أن نكمل لا تنسى الضغط على زر لايك. الدم هو الحياة، وهو في كثير من الأحيان ما يحدد ما نكون عليه في هذا العالم. لذا فإن لكل فصيلة دموية ميزاتها الخاصة، ولعل أكثرها إثارة للجدل هي فصيلة الدم أو. يمتلك الأشخاص أصحاب هذه الفصيلة المذهلة صفات مميزة، مثل الطاقة والقدرة على الاستمرار في التركيز والقوة والميزات اللازمة للقيادة والإنتاجية والفعالية. إن ميراثهم الوراثي يمنحهم الفرصة ليكونوا أقوياء منتجين، ليعيشوا حياة طويلة وأن يكونوا متفائلين. يربط اليابانيون هذا النوع من الدم بنوع معين من الشخصية. غالبا ما يوصف الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم أو بأنهم ملتزمون ومنظمون ومركزون ومسؤولون وواعون وعمليون، ويعتقد أنهم من أفضل المتخصصين في مجال الملاحة والقادرين على التوجيه بشكل أفضل. ومع ذلك فإن العادات غير الصحية أو مستويات الإجهاد المرتفعة والنظام الغذائي السيء وعدم ممارسة الرياضة تجعلهم أكثر حساسية لآثار الأيض السلبية، بما في ذلك مقاومة الأنسولين وانخفاض نشاط الغدة الدرقية والسمنة. هؤلاء الأشخاص بالذات مهيئون لأمراض معينة مثل القرحة والخلل في الغدة الدرقية. لديهم مستويات أعلى من حمض المعدة من أنواع الدم الأخرى، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى تهيج وقرحة المعدة. إذا كنت أنت أيضا جزءا من هذه المجموعة، فستقدم هذه المقالة نصائح مهمة لتحسين حياتك اليومية وصحتك. قم بأكل جميع أنواع الأطعمة حتى الوجبات الخفيفة منها وأنت جالس على المائدة. امضغ ببطء وكن مرتاحا دائما. تأكد من تجنب الكافيين والكحول. يمكن أن يكون الكافيين ضارا بشكل خاص نظرا لرفع مستويات الأدرينالين، والتي تكون عالية بالفعل لدى الأشخاص المنتمين لهذه الفصيلة من الدم. لإراحة جسدك بالكامل اجعل ممارسة الرياضة من أولوياتك. يجب أن يكون أعضاء فصيلة دم أو نشيطين بدنياً أكثر من أي فصيلة دم أخرى، وذلك للحفاظ على صحتهم واستقرارهم العاطفي. مارس أي نشاط بدني بانتظام من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. متوفر حالياً في قسم التوكيدات الصوتية على audiolab.com. برمج عقلك على الصحة المثالية. توكيدات إيجابية صوتية قبل النوم لبرمجة عقلك الباطن. شاهد أيضاً وتابعنا على تويتر وفيسبوك.